السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلادنا بحال تقريبا جميع الدول الإفريقية التي تعاني، أو بعض الدول الأخرى التي تعاني من ندرة المياه ومن الجفاف، وكذلك زحف أذهل التصحر في هذه البلدان. ومدى تأثير هذا الجفاف على المغرب وعلى المغاربة؟ خلينا نشوفوا التأثيرات العالمية والخارجية التي لها نصيب كذلك في ندرة المياه ولا ظهور ظاهرة ديال الجفاف وزحف الرمال في هذه الدول. نحن نعلم أن الدول الصناعية والتلويد ديالها للأجواء، لأن الدول الصناعية هي التي أكبر ملوث للأجواء في العالم. دول صناعية، والخصوص نخص بالذكر أمريكا والصين، ف تلوث الأجواء بهذاك المواد الكيماوية التي تنفثها هذيك المصانع ديالهم في الأجواء. فتلوية الغلاف الجوي، هناك عدة نداءات ونداءات ونداءات كثيرة لإنقاذ الأجواء العالمية أو لتنقية الأجواء العالمية بتخفيض هذه الغازات الملوثة للأجواء في العالم، ومدى تأثيرها على هذه الأمطار التي تكون عادة أمطار من خلال هذه المنفوثات، تكون أمطار بعض المرات أمطار حمضية فيها مواد مضرة بالفرشات المائية وكذلك بالنباتات. فإلى جانب هذه الدول الصناعية تلوث الأجواء، تلوث كذلك حتى المحيطات، محيطات بالتجارب ديالهم النووية. وما احنا نعلم أن التجارب النووية اللي كدار خصوصا تدار في الصحاري وتدار في المحيطات، فهي تأتي على الأخضر وعلى اليابس، يعني تقتل الأسماك، تقتل هذيك الأعشاب الصغيرة، لديك الطحالب، كل ديك المواد التي تتكون منها هذه المحيطات، واللي هي مصدر العيش ديال هذه الأسماك والتكاثر ديالها. نعلم كذلك التجارب النووية اللي كيديروها الدول الصناعية والأكثر تسلحا في العالم في سلك الصحاري، و هذيك الأرض اللي كدار في هذيك التجارب النووية تتبقى آلاف وآلاف السنين، ما يمكن لكش دير فيها لا زراعة، ما دير فيها حتى شي حاجة. وخير مثال عندنا هو ديك يعني ديك الكارثة ديال تشيرنوبيل. فديك المنطقة أصبحت يعني كلها شمعوها، ورغم ذلك يخافون من بعض التسريبات ولا من بعض الإشعاعات من هذه المناطق. حنا تنشوفوا دوك التجارب اللي كانت دارت فرنسا كذلك في الصحراء المغربية، اللي هي تحت الصحراء المغربية اللي دايرها، اللي مستعمرها ولا واخدها الجزائر الآن. فالتأثيرات ديال هذيك تجي على البشر لأجيال وأجيال وأجيال وأجيال. حنا تنعرفوا هذيك التأثيرات ديالها على الجينات ديال الناس، على التشوهات الخلقية، على يعني هذاك الإجهاض لبعض النساء. فعندنا خير مثال كذلك للتجربة اللي دارت إسبانيا، ماشي التجربة الإسبانية، اللي ضربات الناس ديال الريف بهذيك الغازات الخطيرة، وهي اللي أثرت على سكان ديال المنطقة سنين وسنين وسنين.
دون أن تعتذر هذه تعتذر فرنسا، ولها الدول كلهم تجرم في حق هذه الدول، أو وما يعني أقل حاجة لها الاعتذار أو تعويض هذه المناطق، فتحسبوا هذه المناطق ولا هذه المستعمرات هي الحدائق الخلفية ديالها، يديروا فيها ما بغاو. فكيف ما قلت، العالم كله الدعوات ديالو الآن هو للحد من هذيك النفوثات، ولا هذاك الشيء ديال المصانع، ولا هذاك ينقصوا، باش ينقصوا على الضغط، ينقصوا على الأجواء، وليقيو الأجواء ويحدك التجارب ديالهم النووية والأسلحة وداك الشيء ما دارش في المحيطات، باش ينقيو شوية تخف. وإن كان لنا في هذاك المؤتمر ديال المناخ، داك اللي كان دار مثلا في المغرب ديال كوب 22، راه دار في عدة دول، أخيرا يمكن واش في قطر ولا بعض الإمارات فين دار، فهاد النداءات كلها، ولكن أمريكا دائما هي ضد هاد الشيء، وهي ما بغاش تعترف، ما بغاش تثني على هذاك الشيء. فهذا هو التعنت ديال الكبار، وتتبقى ديك الدول النامية، أو كما تقولوا في سائرة في طريق النمو، هي تتخبط في هذيك المشاكل ديال هذيك الدول اللي هي اللي افتعلتها في هاد الدول من خلال التجارب ديالها النووية، من خلال يعني تلويث الأجواء، فمما يتأثر سلبا على هذيك الدول الفقيرة، اللي احنا سنعرفوا الدول الفقيرة هي دائما باقية تعتمد على في اقتصادها على هذه الدول، ولا تبني وتبني ذاك النمو ديالها، ولا تسعى إلى تطوير اقتصادها من خلال تسلق أو تشعبط في هذاك الاقتصادات كما نقولوا العالمية، أو كيف ما الدول ديك الصناعية تقول أنها ستساعد هذه الدول في نموها ورقيها، إلا أنها تستنزف الخيرات ديالها. وحنا تنشوفوا خير مثال عندنا هو الدول الإفريقية أصبحت أكثر نضجا، وأصبحت عارفة بأن هذه الدول الأوروبية هي مستنزفة للخيرات ديالها لا أقل ولا أكثر، وتتبقى هذه الدول الإفريقية تتخبط في فقرها، تتخبط في الأوبئة، في الأمراض، في المجاعة، في بزاف ديال الحوايج. هذا ماشي الموضوع ديالنا، وهذا الموضوع ديالنا اليوم هو الندرة ديال المياه في المغرب. حنا جبنا يعني المسببات من العالم كله، التأثير ديالها مثلا، تأثيرها على الاقتصاد، أو على الاقتصاد ديالنا الوطني، على الفلاحة ديالها الوطنية، وعلى ندرة المياه، وعلى 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 المغرب حتى هو بحال بحال الدول الإفريقية. كيف ما قلت، أن ولات دعوات أن الدول الإفريقية خرجت الورقة الحمراء ضد فرنسا، لأن عرفت أنها دولة تستنزف الخيرات لا أقل ولا أكثر، وعندما يكون يعني المساعدة ديال هذيك الدول الإفريقية، ولا تكون شي مشاكل في الدول الإفريقية، تتخشي راسها في الرملة بحال النعامة، بحال لا مشغولها شيء هذاك الشيء. إذا الدول الإفريقية هي لمسات أن هذاك التواجد الأوروبي في هذيك الدول الإفريقية، ولا دول فقيرة عبر العالم، هو تواجد ديالها إن كان تواجد عسكري، هو فقط لحماية مصالحها في هذيك الدول، لأنها تستنزف ديك الخيرات. وحنا نعلم أن الدول العالم والدول الفقيرة كلها، سبحان الله، هي اللي عندها هذيك الخيرات من الغاز، من البترول، من الفوسفات، من جميع الكوبالت، البازا، يعني كاع دوك المواد اللي تحتاجه هذيك المصانع الدول الأوروبية والدول المتقدمة، كلها موجودة. فهذه الدول الصناعية هي تجتم على هذه الدول حتى تستنزف هذه الخيرات ديالها. وإن لو وكذلك كيف ما قلنا، بتلويث الأجواء، تلويث المحيطات، داكشي،
ولكن هو يتأثر على من على هذه الدول الفقيرة، لأنها ترتفع ديك الكلفة ديال الأثمنة باش تستورد هذه المواد اللي محتاجة لها من هذه الدول الصناعية. وإن كان أنك لو هذيك يعني كيف ما دابا الدول الإفريقية أصبحت يعني تتخلص من هذاك التواجد الاستعماري شيئا ما بتوهم. نحن تنشوفوا جلالة الملك في الاتجاه ديالو والاعتماد دابا في الاقتصاد والتعاملات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، يعني تبقى أفارقة فيما بينهم. عين الحيك عرفوا ان هذيك الدول يعني دول الغنيه بحال فرنسا ولا ما غيرها، فما عندهاش واحد كيف ما تنقول حنا عندها شي الكبده على هذيك الدول باش تخطو خطوات ولا يكون عندها واحد الاقتصاد اللي هو اقتصاد قوي، اقتصاد يعتمد على توفير هذاك المعيش اليومي من المأكل والمشرب للسكان ديالها. ف احنا غنسيق لكم على واحد المثال مثلا في يعني ديال المغرب قبل ما يعني نسترسلوا في الحديث ديالنا على المؤثرات وعلى الحوايج اللي اثرت لنا على الندره ديال المياه كذلك في المغرب. فالمغرب كان في العهد ديال الحمايه الفرنسيه كان المولى عبد الحفيظ ناض باش يعاون فرنسا، دينا بطوات كثيره كثيره ديال القمح، ما اثر سلبا على الاقتصاد المغربي، فاصبح القمح لمسو عاد لمسو من بعد ان هذاك خطأ اللي دار قمح. كيف في فرنسا كانت كلها تتصدك القمح، حنا نعرفوه في ديك كيف ما قلت في واحد الفيديو على اعتمدت في التمويلات ديالها في الحرب العالميه ولا في يعني في النضال ديالها ضد التواجد النازي في فرنسا، في المؤونات ديال العساكر يعتمد على القمح المغربي والمنتوجات المغربيه. ونسدو هذا القوس ونكملو كيف ما قلت ان هذه الدول الافريقيه لمسات انها ما يمكنش في يعني في التعامل ولا الا مع بعضها في من خلال شراكات استراتيجيه فيما بينها تكون افريقيه افريقيه. ف عرفوا ان هذه الدول خصوص كما تنقولوا لان التواجد الفرنسي في الدول الافريقيه هو اكثر تواجد يعني التواجد الالماني الايطالي الانجليزي، فالتواجد الفرنسي في خلال هذه الدول كلها او الغرب الافريقي تقريبا وسط افريقيا فرنسا تتواجد بكثره، وهما لمسوا التعنت ولمسوا هذاك الجشع ديال فرنسا، فكلهم بداو تيتخلصوا من هذيك التبعيه شيئا ما تبعيه الى فرنسا، فخصهم هذاك ديك العمله اللي دايره تطبع عليهم فرنسا خصهم يتخلصوا منها كذلك. فهي ما يمكنش باقا تجتمع على الرقاب ديالهم من خلال هذيك العمله اللي كتنتج تتصوب فرنسا باش يداولوها هذيك الدول. ف هاد التأثيرات ديال كيف هاد المحيط كامل كيف ما قلت، فهادوك التجارب هذاك يعني هذاك الاستنزاف ديال المحيطات هذاك يعني المنفوتات ديال هذيك المصانع فأثرت على ذاك الغلاف، هذاك الغلاف الجوي تأثرت منه الدول خصوصا الدول الإفريقية والدول الجنوب، لأن الدول الأكثر فقرا هي دول الجنوب. فبدات ندرة ديال المياه، فالمغرب هو تيعيش هو كبحالو بحال الدول اللي تعيش ندرة ديال هاد المياه، وكذلك الزحف ديال عندنا حنا ديال الدول الأفريقية منها المغرب حتى هو الزحف ديال الرمال أو تصحر ما يؤثر كذلك سلبا على التساقط. فالتساقطات قلت في المغرب والمغرب تعامل مع هذه التساقطات، يعني كان تعيش مع قليل في زمان
وان كان كيف ما عرفت في واحد الفتره كيف ما احنا غنرجع لهذيك هذيك الفتره اللي كانت في فرنسا هنا في المغرب، فهذاك هو العام اللي تعرف بعام البون، لان المغاربه ولاو تيتعاملوا بالبون باش ياخذوا واحد الحصه اليوميه ديالو من الدقيق، من القمح مثلا، من البن، من كاع المواد اللي تيستعملها المغربي في الحياه ديالو. فالمغرب كيف ما قلت هو عاش او تعيش فترة ديال ندرة المياه أو ديال الجفاف، وإن كانت يعني أخف ضرر. علاش؟ لأن المرحوم حسن الثاني فنهج هذيك السياسة ديال السدود، فكان عندها الأثر كبير كبير، لأن الوقت ستكون تساقطات كثيرة وكثيرة، فتمتلئ السدود فتغطي بعدا توفر الماء الشرب للمغاربة في عبر المدن، وان كان اللي تيتمحنوا بزاف هما الناس اللي تيكونوا في مناطق نائيه ولا في الجبال. فكاين تاني المغرب ولاو المغاربه كيحفروا البئر، فاش بعد كان تيحفر البئر مثلا على واحد 60 متر ولا 70 متر باش يطلع الماء، دابا الناس توصل حتى 200 300 متر 400 متر باش يبين لنا ان هذيك الفرشه المائيه راها بدات تستنزف. الا طاحت امطار فهي تغطي هذيك الفرشه، ما طاحش امطار فحنا غادي، وحتى السدود في واحد هذه واحد العامين راه بدات قلت فيها المياه. كاين هناك ثاني نداءات ديال بعض المغاربه نحت اقتصاديين، الناس اللي تفهموا في الفلاحه، ان كاين بعض المواد هي تستنزف كذلك المياه المغربيه، مثلا بحال افوكا، بحال يعني بحال الجزر، بحال التلاح. فواش هاد الدول دوك الدول الغربيه واش ما قادينش ينتجوا مثلا التلاح ولا الافوكا؟ ولا قادين، ولكن عارفين الكلفه المائيه اللي تطلبها هاد المنتوجات. هادو على سبيل المثال فقط. ف كذلك الاستعمال الجائر ديال المياه الجوفيه مثلا في المسابح، في سقي الحدائق، وان كانت راه كاين بعض المدن هي اللي تعتمد على هذيك الماء المعالج، يعني الماء ديال الوضحار التي يعاد تنقيته حتى يصبح صالحا باش يتسقى به هذيك الحدائق، والبساتين، ولا يعني هذيك الحدائق الموجوده في المدن. خير مثال، انا شفت هذيك الحدائق اللي كاينين تقريبا في على طول هذيك الغازون، ولا هذيك الموجودين على طول داك الساحل ديال الرباط، انهم تيتسقاو بهذاك الماء ليعادوا معالجته. فالمغاربه كيف ما قلت يعني العمق ديال الابار، فالماء ما كاين شيت، فخاص يعني الفرد ولات سياسه يعني ولات نداءات كبيره في المغرب، ان الناس خاصها تتعامل بواحد الاستعمال اللي هو استعمال مقنن، استعمال معقلا، باش نحافظوا على حافظوا على هذيك المياه، لان ولات واحد هي واحد العمله نادره. هي من زمان الماء، لان وجعلنا القول ديال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء هو اساس الحياه، الماء هو العنصر الرئيسي ديال اي حاجه، لا في الصناعه لا في الفلاحه لا في اي حاجه، فهو كاين الماء. فعلى كاين هذاك الاستعمال الجائر ولا هاد التجارب النوويه اللي كيديروها هاد الدول الاكثر تصنيعا في العالم، ولا في هذيك المصانع التي تلوث الاجواء وجعلت لنا التغيرات المناخيه في العالم، لان ما بقاش الصيف تيجي هو الصيف ديال، ما تبقاش الشتاء تجي هي الشتاء الخريف، يعني ولات الفصول تغيرات من الاوقات ديالها. فوليتي تتشوف
مثلا الفصل الرابع تقدر تشوفه في فصل الصيف، تشوف فصل الشتاء، ما يعني ما كايناش الامطار، تتشوف يعني الخريف على طول السنه، ولا الصيف على طول، تخدم واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا حتى 6 شهور. فلا قدر الله تجي بعد السنوات، دوك السنوات العجاف يعني الامطار ما كاينه شيء، فشكون اللي تيأدي الثمن ديال هذاك الشيء؟ وهو الانسان المغربي، بحيث ملي تيه الانسان ما تتكون ندره ديال الامطار فتتعكس كذلك على الاثمنه ديال المواد الغذائيه. علاش؟ حنا تنشوفوا خير مثال هو ارتفاع ديال المنتجات اللي تتخرج من القمح، لان حنايا يعني في الاقتصاد حنا تنعتمدوا على القمح، رغم المغرب انه بلد فلاحي، الا اننا لا زلنا نستورد القمح من اوكرانيا، وهذيك الازمه ديال اوكرانيا اثرت كذلك، يعني ازمه يعني سياسيه او الحرب اللي كاينه ما بين روسيا واوكرانيا، هي اثرت على الدول التي تعتمد في الاقتصاد ديالها بحال المغرب، تتاثر تعتمد على هذاك القمح. وان كان اننا في السياسه اللي كان دار الحسن الثاني رحمه الله ديال مليون هكتار او اكثر في المسقيه اخرى غاديين بها ان شاء الله، ولكن كيف ما قلت هذه القضيه ديال ندره ديال المياه والجفاف. نرجعوا للتصحر، التصحر هو النداء يعني كل مغرب مغربي مغربي، من خلال المدارس، من خلال دوك الجمعيات الايكولوجيه، من خلال بزاف ديال الحوايج. فالناس يحاولوا يشجعوا الوليدات ديالهم ويعلموهم ان قطع الاشجار راه غير يعني ماشي في صالح الهواء ديالنا، ماشي في صالح نعلم وليداتنا من خلال الجمعيات المدرسيه على غرس الاشجار في المدارس، او حتى في المناطق القرويه تكون واحد الشراكات ما بين المياه والغابات مع المدارس، واشراك هذوك الوليدات باش يحسوا بالدور ديال هذيك الشجره كذلك في تلطيف ديال الاجواء. فشجعوا الوليدات في الوقت اللي تكون واحد الدعوه ديال المياه والغابات ديال غرس بعض الشتلات ديال بعض انواع من الاشجار، فخص يحاولوا يشاركوا بعض المدارس باش نمروا لهذوك الوليدات الصغار الدور ديال الشجره كذلك في الحياه ديالنا اليوميه، ونحسوهم بهذاك العمل اللي غادي يقوموا به باش يحسوا انه فعلا داو واحد العمل. هذا مثال كذلك على باش كيف ما قلت هذيك المنتوجات، فحنا تنشوفوا المغاربه دابا كلشي كيغوت يمشي للسوق، راس يعني الغلا 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 الغلا. فحنا كيف ما قلت في السياق الحديد ديالي، فالدول الصناعيه هي اللي تتحكم في الكل. فالعصب ديال الفلاحه خاصك البترول، كاين خاصك الغاز، فهاد المواد راها طالعه، فهي تنعكس سلبا على جيوب ديال المواطنين من خلال هذيك الاثمنه اللي اصبحت واحد الاثمنه صاروخيه. فالناس كانوا مثلا كيدي القفه ديالو يدي واحد 50 درهم، غادي يجي واحد قفه ولا جوج هازهم، فدابا خصو يدي واحد 200 درهم او لا 250 درهم باش يمكن يشري. هذا خير مثال، ولكن هذا غير مثال ما غاديش نوقفوا عنده، ولا الحين سنهضروا على الجفاف وماذا تاثيره على المغاربه. فالجفاف فهذه الظاهره الطبيعيه، وكانت كان الوقت اللي يحتبس المطار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي الى باش دار صلاه ديال الاستسقاء، كما جلاله الملك محمد السادس نصر الله كل مره ملي تكون تتحتبس المطار كيف ما هاد الايام انها دارت صلاه، كان يدعو الى صلاه الاستسقاء. هي هذا كعاده جرات عبر سنين في المغرب عندما يحتبسوا المطار، فنتضرع الى الله. الناس كيقلبوا الحوايج ديالهم، كيمشيو حفيانين، كيمشيو للمصلى باش يعني
طلبا وتضرعا الى الله باش يرحمنا بنزول المطر. هذه من السنن ديال النبوي سنن. ف كيف ما قلت هو هذا الارتفاع ديال هذا الكلفه ديال الاستيراد. فالدوله هي تايا تقول لك ودي راه حنا راه الكلفه باش نستوردوا البترول ونستوردوا الغاز على السوق العالمي، لان كيف ما قلت هذيك الدول هي اللي كدير هذه المصائب كلها، وهي التي تحت تتحكم في الخيوط ديال البورصات وديك الارتفاع ديال تيبغاو يرفعوا الثمن راه كيطلعوه، بغاو ينزلوه راه كينزلوه، ماشي غير في البترول، ماشي غير في الغاز، راه في القمح، في بزاف ديال كاع ديك المواد ولا اللي كيستعملوها الناس في العالم. فكاينين هناك دول تتحكم في الأثمنة ديالها، ونحن تنبقاو تحت الرحمة ديال هذاك. علاش؟ لأننا ما مشيناش في واحد، يعني مشينا خصنا نعاونو لهذه الدرس ناخدوه. فعاود هاد الزحف ديال العمران، فكيف ما قال لي واحد المرة واحد السيد واحد المراكشي هو كان في إطار في وزارة في الحج، قال لي الزحف ديال العمران غادي يبقى غادي 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 حتى ما غاديش نلقاو فين نغرسوا حتى بطاطا واحد الوقت، لان يعني القتل خصوصا ما تلقاش شي اراضي فلاحيه يعني التربه ديالها مزيانه وكتعطي مزيان، خصوصا في الضواحي ديال الدار البيضاء هجم عليها العمران، صبحت هذيك ديك الاراضي ما بقاتش. يعني فلاح يتبان له واحد المليار ولا جوج الملايات تيعطيهم ملي تيفرح تيطلع يطلق ديك الارض، مشات وكدا كل عمران غادي تيزحف، وحنايا واحد النهار ما غاديش نلقاو فين ما ناكلو. فالزحف الاسمنتي غادي بواحد الطريقه صاروخيه. وان كان هذا موضوع اخر ديال الجشع ديال المنعشين العقاريين وديال الناس ديال المافيا، هذيك مافيا العقار بشكل اخر، هذا حنا تنهضروا دابا على الندره ديال المياه. ولكن ان كانت هذا الشيء شي مرتبط بشي، هاد المواضيع في الحقيقه شي مرتبط بشي، فما يمكن لك ضروري تهضر هنا، غادي تهضر معاه تهضر على هذه الفلاحه، هي مرتبطه كذلك بهذا العمره اللي زحف لنا دالينا الاراضي الفلاحيه، ما لقاوش فين نزرعوا القمح، ما لقاوش فين نديروا الشعير، ما لقاوش فين نديروا الذره، ما لقاوش فين نديروا بزاف ديال الحوايج. فان انا يعني عندي راي اخر، كاين شي اراضي هي غير صالحه للزراعه، تتلقى فيها احجار فيها اسمي، وان كانت حتى هي علاش ما ننقيوش هذيك الارض ونستغلوها في فلاحه، ولكن تنقول علاش ما يستغلوش هذيك الارض اللي فيها الحجر وما فيهاش، يعني شي ما عندهاش واحد التربه غنيه اللي تكون في الفلاحه، يستغلوها ديك الساعه يبنيو فيها ويخليو ديك الاراضي فلاحيه. هنا نكون يعني درت واحد الجوله على مسببات، هي مسببات وان كانت تساهم كذلك في هذا الشح ديال الامطار، وفي يعني هذيك الدول الصناعيه التي ما عندهاش شي قانون تطر داخلي، هي لان هي المشرع، هي اللي تضع القوانين، هي تدير كل شيء، هي اللي تتحكم في رقاب الدول الفقيره او كما تيقولوا الناميه ولا سائره في النمو. تنتمنى حتى هذا الفيديو ديالي اللي شافوه، على الاقل حنا كل واحد من الجانب ديالو يحاول يرشد ديك النفقات الانفاق ديال ديال الماء ديالو في شي حاجه اللي مهمه، اللي ما عنديش مثلا بعد نعوم بواحد 100 اترون بواحد 10 اترون. هذا تنهضر على حنا كاشخاص عاديين، لان كل واحد من الجانب ديالو يدير واحد الحاجه. فتتبقى الدولة كذلك، أنا خصها استصلاح ديال الأراضي، خصها تعتمد واحد السياسة أخرى، لأننا ولاو حنا غير ما نبقاوش تابعين للخارج. فكاين شي خضار اللي هي تستنزف الفرشات المائية، نحيدوها كاع ما نبقاوش نزرعوها،
ونديرو في بلاصه القمح، لان المغاربه حنا يعني الماده الاساسيه ديالنا هي القمح، ونحاولوا نمشيو شي مواد اخرى، ونحاولوا نشوفوا طرق اخرى اللي هي عبر الهجر الملك ديال تحليه مياه البحر، ونحاولوا نستغلوا هذيك الصحراء ديالنا الشاسعه ديال المغرب في نديروا نصلحوها. حنا تنشوف في الصين كاين شي صحاري صلحوها وصبحت صالحه للزراعه من خلال ديك البيوتات ديال البلاستيكيه، وبدات الانتاج ديال عده خضار، عده مواد غذائيه. وعلاش لا ما نديروها شيء تمشي فيها الدوله ان شاء الله في هذيك، يعني تحاول تستغل حتى ديك الصحراء ديالنا المغربيه في الانتاج الفلاحي ولا الحيواني. تنتمنى تكونوا عجبكم الموضوع، وان كان هو موضوع في حقيقه هو موضوع يعني هو حديث الساعه وحديث كل مغربي، وعنده ارتباط بالحياه ديالنا اليوميه، هذا الشح ديال الامطار وانعكاسات ديالها على الجيب ديال المواطن. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعمونا، والى اللقاء.